بهذا المشروع أني من يعني من جيت لهنا تقريبا جيت أنا تزوجت 2012 فيعني أنا دائما أسوي كيكة آخذ صورة أسوي دولمة آخذ صورة فإلي يعني صديقات هنا بسوق الشيوخ كلش قريبات عليه فقالوا لي بيرق يعني ليش ما تستغلين هاي أنت أكلش طيب وإحنا دائما يعني كل ما تصير عزيمة مع البنات أو في شيء أنا أكون يعني الطباخة وأنا يعني اللي أجيب الأكل فقالوا لي ليش ما تسوي لك يعني حساب مثلا وتطبخين هاي الأكلات وهاي الصراحة يعني أنا أحب جدا احب المطبخ شغل المطبخ والاكلات فالحمد لله بلشت قبل تقريبا راح يصير لي 7 سنوات انا بهذا المجال فشفت يعني العالم يعني قبال كلش هواي على الاكل الموصل لي وحتى يعني الاكلات الجنوبيه يعني انا جيت هنا ما اعرف سمك يعني تسوى مرق زين مصموطه ما اعرف يعني اكو سمك ميبس او مجفف مثل ما نقول يصير مرق بس بعدين هسه يعني قمت اني اطبخها اصلا قاموا يعني هم البنات يطلبوها من اني والله حلمي وهدفي افتح مطعم ان شاء الله.